اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ونشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم.
واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسلامة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى خير هذه الليلة، فتحها، نورها، نصرها، بركتها، وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين.